الآن مشاهدينا الكرام سنذهب إلى ملف ساخن جدا على المستوى الإقليمي، الملف الليبي وتطورات حقيقة كبيرة في هذا الملف، والجميع له يعني مشترك حقيقة جمع كبير، تركيا، مصر، الإمارات ودول عالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، أوروبا، فرنسا، طبعا دول الجوار أيضا، الجزائر، تونس، كل يعني جهة لها حصة ولها مشاركة، والشعب الليبي هو بالنهاية الذي في الميدان، وهو لا شك في انقسام، وكل جهة خارجية تدعم طرف معين. بدنا نفهم ما الذي يجري الآن في الساحة الليبية، إلى أين تتجه الأمور، ما هو مستقبل هذا الصراع. واسمحوا لنا أن نرحب بالمحلل السياسي من ليبيا الأستاذ فيصل الشريف. أستاذ فيصل مساء الخير. نعم مساءكم سعيد لكم ولكل مشاهدي قناتكم الأفاضل. تحياتنا لك أستاذ فيصل، يعني نريد أن نسمع منك، ما هي الآن الأخبار والأحوال في ليبيا، إلى أين يعني يتجه هذا الصراع الميداني والسياسي؟ نعم حقيقة لا شك تعلمون أنكم منذ انطلاق العدوان أو عملية العدوان على العاصمة التي قادها الجنرال المنشق خليفة حفتر على الحكومة الشرعية في طرابلس منذ 4/4/2019، يعني وبعد مضي أكثر من 13 شهر على هذا العدوان، تعلمون جيدا كمراقبين للملف الليبي بأن هذا العدوان قد فشل، وأن خليفة حفتر وكل من كان يدعمه قد باءوا بالفشل، وتم دحر هذه العصابات وهذه القوات وهذه المرتزقة التي جاء بها خليفة حفتر من كل حد وصوب، ودك بها على مدى أكثر من عام أحياء العاصمة، أحالها في جنوب العاصمة إلى خراب، قتل يعني الآلاف، شرد عشرات الآلاف من طرابلس، يعني الحقيقة بعد معاناة كبيرة للشعب الليبي، وبعد يعني أكثر من 9 أشهر ونحن كليبيين نقاوم كل هذه الدول التي تآمرت علينا وتورطت في دمائنا، تمكنت الحكومة الشرعية بعد أكثر من 9 أشهر من المقاومة منفردين تجاه عدوان متعدد الجنسيات، تمكنت من يعني من إبرام مذكرتي التفاهم مع تركيا، بموجبهما استطاعت تركيا أن تدخل على الخط وأن تدعم حكومة الوفاق الوطني، واليوم نحن نتحدث عن أن الغرب الليبي بالكامل، كل المدن في الغرب الليبي قد تحررت، صاعدة الوطية تحررت، كل المدن أصبحت يعني أصبحت الآن أصبح وجود خليفة حفتر فيها من الماضي وعادت إلى حاضنة الشرعية. اليوم حقيقة يعني اليوم الأحداث البارزة اليوم خصوصا بعد اللقاء الذي جمع أمس فقط يعني في منطقة في مدينة زوارة، جمع الرئيس القائد الأعلى للجيش الليبي سيد فايز السراج مع الوزراء من الجانب الأمني والعسكري، وكذلك يعني في الجانب السياسي حضروا في لقاء مشترك مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد مورلاند، وكذلك تاون فيند يعني قائد القوات الأمريكية في أفريقيا، وكذلك مع يعني مجموعة من أيضا من الأمنيين والسياسيين في جلسة تبحرية كبيرة. ما نتج عنها من تسريبات أو مما رشح من هذه عن هذا الاجتماع هو حديث بشكل واضح عن أن الولايات المتحدة الأمريكية متخوفة جدا من التواجد الروسي الذي أصبح كبيرا، وتتواجد روسيا في السابق عن طريق جماعة الفاغنر أو عصابة الفاغنر المعاقبة بموجب قرار الخزانة لوزارة الخزانة الأمريكية في 2017 لتدخلها في دعم الانفصاليين شرق أوكرانيا. يعني التخوف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا التدخل الروسي والتنامي للوجود الروسي بتقنية عالية بمحاولة للتمكن من إقامة قواعد تكون في ظهر حزب الناتو، وكذلك تهدد منطقة النفوذ الأمريكية ومنطقة نفوذ النفوذ الأوروبية فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية القديمة يعني مع 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 إيطاليا ومع مع فرنسا ومع العديد من الدول. للأسف فرنسا تورطت مع خليفة حفتر، كذلك نتحدث عن محور الشرقي صراحة، يعني نتحدث عن مصر السعودية في البعد الإقليمي، الإمارات ودعمهم المتواصل منذ سنين لمشروع خليفة حفتر الانقلابي على الشرعية في ليبيا، كل هذا اليوم يعني أثار قلق كبير لدى واشنطن خصوصا بعد تنامي الوجود الروسي. الاجتماع بالأمس يعني كان يتجه في اتجاه واضح هو محاولة الوصول إلى تسوية سياسية، محاولة إنهاء عمليات الاقتتال، محاولة يعني تطمين دول الجوار، وأنتم رأيتم يعني
الخطاب المهلهل الذي الذي يعني للاسف خرج من عبد الفتاح السيسي والذي اشار فيه الى خطوط حمراء تقع داخل ليبيا، يعني داخل امتداد يصل الى 700 800 كيلو من الحدود المصريه، وكان خطابا يعني ربما للداخل باعتبار ان مصر الان تعاني من فشل كبير في اداره ازمتها فيما يتعلق بسد النهضه مع اثيوبيا والسودان الثلاث دول. اذا اليوم نحن نتحدث عن ان هناك بحث جاد بعد خسارة حفتر، بعد اندحار حفتر. رأينا مندوب ليبيا في جامعة الدول العربية اليوم على مستوى الاجتماع الوزاري كيف أشار بشكل واضح إلى أن هذه الدول التي كانت تدعم حفتر وتريد له أن يهيمن على ليبيا وأن ينجح في انقلابه العسكري على غرار عبد الفتاح السيسي، وبعد أن فشل أصبحت الآن كلها تبحث عن مناورات سياسية، تبحث عن جلوس على طاولة الحوار بعد أن رأوه يندحر. ولولا أن الروس موجودون بقوة في 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 سرت وفي الجفرة لرأيت أن قوات النفاق قد زحفت بالكامل على المنطقة الشرقية حتى وصلت إلى معقل خليفة حفتر في الرجمة. أنا سؤالي هنا إذا سمحت لي أستاذ فيصل، يعني معركة سرت والجفرة ويعني دلالات التصريحات السيسي، هل يعني ستعكس شيء على أرض الواقع؟ يعني هل كان أصلا بنوايا حكومة الوفاق السيطرة على سرت والجفرة، وهل هذه التصريحات ستغير تلك النوايا؟ نعم، هو شوف يعني الحقيقه يعني تعلمون جيدا ان حكومه الوفاق او القائد الاعلى للجيش الليبي قد انشا بقرار غرفه عسكريه لتحرير سرت الجفرة. هذه الغرفه الان موجوده على تخوم سرت، احدثت تقدمات كثيره، موجوده بقبضها وقضيضها وعتادها، ومدعومة يعني الحقيقة من بإسناد تقني قوي أيضا من الحليف التركي. لا. الحقيقة موجودة بشكل واضح على حدود سرت، النية والعزم يعني مستقر ومستمر حول ضرورة تحرير مدينة سرت وضرورة استعادة قاعدة الجفرة وقاعدة القرضبية. التصريحات التي تأتي اليوم هي محاولة في قراءتي الشخصية لأن تكون هناك ضمانات لعدم تقدم حكومة الوفاق أكثر من مدينة سرت، وهذا يعني وهناك بعث لرسائل بأن يعني بالإمكان إتاحة مدينة سرت لحكومة الوفاق وأن تدخلها ليس قوات عسكرية وإنما قوات أمنية تتبع وزارة الداخلية لحكومة الوفاق، وفي مقابل ذلك أن تضمن حكومة الوفاق عدم تقدم قواتها إلى ما بعد سرت. يعني نتحدث عن الهلال النفطي وهو خط أحمر يعتبر بالنسبة لي لروسيا وبالنسبه لكل الدول المتورطه في الصراع الليبي والتي سندت الجنرال خليفه. استاذ فيصل، بدنا نستثمر وجودك وانت في ارض الميدان ان تفسر لنا او توضح لنا لماذا سرت خط احمر بالنسبه ذكرها السيسي وذكرها الروس، يعني ما الاهميه الاستراتيجيه لهذه المنطقه؟ اسمح لي فقط ان اوضح بالنسبه لتصريح السيسي. هو الورقه السياسيه التي ارادت ان تلعبها روسيا. نحن راينا ان عقيده صالح ما يسمى برئيس البرلمان الليبي عقيده صالح وهو يتلو خارطه طريقه ومبادره تحدث فيها وهو يجتمع في اعيان قبيلته، وهو يقول انها مبادره روسيه طلب مني ان اقدمها لاحاول ان انقذ الخساره الوشيكه التي سيتعرض لها خليفة حفتر قبل أن يتم دحره من مدن الغرب. إذا نحن نعرف أن الدور الروسي وتواجد روسيا بقوتها العسكرية وبتقنيتها ونقلها لطائرات يعني طائرات هجومية وطائرات اعتراضية لمنطقة الجفرة، وقد تحدثت تقارير كثيرة عن هذه الطائرات، تحدث عنها الأفريكوم وتحدث عنها أمين عام حلف الناتو وكذلك بيان الخارجية الأمريكية. هذا كله يصب في أن من هو موجود ويشكل خط أحمر في هذه الأماكن، اتحدث عن سرت والجفرة، هي روسيا. وبالتالي سواء خرج السيسي واعلنهما خطين احمرين او خرجت انا من هنا واعلنتهما خطان احمران، الامر يعني ليس له تلك القيمه الكبيره، لان روسيا هي الموجوده وهي من تمثل هذين الخطين الاحمرين. اما بالنسبه لاعلان عبد الفتاح السيسي جاء لان روسيا لا تستطيع ان تعلن ذلك كموقف سياسي باعتبارها غير موجوده بشكل معلن في ليبيا، بالتالي تحتاج ان يلعب هذا الدور عبد الفتاح السيسي وان يعلن هذا الاعلان حتى يكون هناك موقف سياسي يساند هذا الوجود العسكري الروسي على ارض ليبيا. ولماذا انها نقطه خط احمر عند روسيا؟ لان روسيا تخشى ان سرت تعتبر منطقه عمليات متقدمه لحمايه الهلال النفطي. يعني متى تم انتزاع سرت
فلا شيء سيوقف حكومة الوفاق في أن تنتزع وأن تضع يدها على الهلال المصري، وهذا يشكل آخر ورقة ممكن أن يستخدمها ويتفاوض بها المعسكر التابع لخليفة حفتر أو خليفة حفتر الذي يعتبر بيدق هذا المشروع، ونتحدث عن الدول العظمى والدول الإقليمية التي تدعم هذا المنشأ. إذن هو صراع على منابع النفط وصراع على مصادر الطاقة بالنهاية، هذا هو الخط الأحمر، يعني هذا السبب أنها منطقة استراتيجية. نعم، هو من ناحية أنها بالفعل هي أوراق اقتصادية، أوراق يعني أوراق اقتصادية مهمة، ولكن بالدرجة الأخرى لها انعكاسات سياسية. يعني متى ما جلست على طاولة الحوار وليس في يدك أي أوراق يعني تبرزها للخصم، فإنك لن تستطيع أن تقدم أي شروط، وستظهر أنت بمظهر الملازم الذي ليس في يدك أي أوراق للدخول في مفاوضة أو الدخول في محاصصة في أي حكومة أو تسوية سياسية قادمة. جميل. طيب سؤال سيد فيصل، هل تعتقد أن الأتراك ممكن أن يتواجهوا بشكل مباشر أو يعني عن طريق دعم غرفة تحرير سرت الجفرة مع الروس؟ هل هنالك مواجهة تركية روسية على الأرض الليبية، أم أن الأمور لن تصل إلى هذه الدرجة وهذه المكاسرة الكبرى؟ نعم، هو إلى حد الآن وفق ما يتوفر من معلومات ووفق ما يتوفر من قراءات ومن تصريحات من كلا الجانبين. نعم. إلى حد اليوم يعني سيرجي لافروف كان له تصريح على هامش الملتقى الذي جمعهم عبر دائرة الفيديو مع وزير خارجية الهند والصين. سئل على هامش سئل أيضا على هامش هذا الملتقى، وتحدث في هذا الإطار وتحدث بلغة البحث عن حلول سياسية، وأن أي طرف يتقدم هنا أو يتقدم هناك ربما يحدث بعدها طفرات أخرى ويتقدم هذا بالعكس وذاك يرد عليه بالعكس، وبالتالي يظل في تجاذبات عسكرية. وألمح بشكل واضح إلى أنه لا وجود لحل عسكري للأزمة، ويجب أن تصل الدول الراعية للملف الليبي إلى تسوية شاملة سياسية يجلس فيها كل الأطراف، وشجع على لجنة 5+5 العسكرية المشكلة من الطرفين. إذا القراءة حتى في تصريحات وزير الخارجية شاوش أغلو التركي يعني ذهبت في ذات الاتجاه، يبدو أن الوتيرة قد خفت إلى حد كبير، وأن الأطراف بدت خصوصا بعد تدخل الواضح للولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى تسوية سياسية تكون هي أقرب من أي صدام عسكري. لكن هذا لا يلغي أنه متى ما وصلنا إلى طريق مسدود بالإمكان السيناريو الذي حدث في إدلب والمواجهة ما بين روسيا وتركيا قد يتجدد ويحصل هنا، ولكن يحصل على الأراضي الليبية ويحصل بأيادي ليبية وبأطراف ليبية مباشرة. ولا ننسى أن قوات الفاغنر الروسية متواجدة بشكل قوي وبشكل مجهز تجهيز عسكري كامل في قاعدة الضربية في سرت. نعم. طيب سؤال الأخير لك يا أستاذ فيصل، بعد الشكر على كل هذه التوضيحات حتى الرأي العام في الأردن وفي فلسطين في بلاد الشام يكونوا على اطلاع ميداني على ما يجري في ليبيا بالرواية التي نحن يعني الحقيقة نتمنى بالنهاية أن تنجح التسوية السياسية التي ذكرتها حضرتك أستاذ فيصل، ما هو أفضل سيناريو لحكومة الوفاق للشعب الليبي في هذه التسوية؟ نعم، أنا لا أخفيك حقيقة أن الشعب الليبي حالم وطامح كغيره من الشعوب أن 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 يكون هو صاحب القرار وصاحب السلطة في أن تعود الكرة إلى ملعبه، وأن يختار هو وفق صناديق اقتراع حرة ونزيهة أن يختار من يحكمه بإرادته وليس بتداخل أو بفرض جنرال عسكري بالقوة أن يحكم هذا الشعب الذي أراد الحياة واستجاب له القدر بإذن الله. لهذا نحن نقول كل طموحنا الآن والتسمية التي من الممكن أن تصل لها حكومة الوفاق بالتماهي مع المجلس الأعلى للدولة والبرلمان في طرابلس، هذه الأجسام المؤقتة يعني كلها ترنو وتتطلع إلى أن تكون هناك تسمية سياسية حقيقية تفضي إلى انتخابات يعني لدينا دستور جاهز للتصويت، أن تفضي إلى استفتاء على الدستور الجاهز الذي أنتجته لجنة 60 المنتخبة من الشعب الليبي، أن يتم التصويت على هذا الدستور ومن خلاله يتم يعني الاحتكام إلى الشعب الليبي من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة كي يقول الشعب الليبي كلمته ولكي تخفت كل الأصوات ما دون صوت الشعب الليبي. يعني أنا بس هيك عشان نفهم شغلة، الخط الأحمر بالنسبة لحكومة الوفاق للشعب الليبي بالنسبة لي حفتر، هو فقط شخص حفتر أم ما يمثل حفتر؟ يعني هل أتباع حفتر كثر ولا المشكلة فقط في شخصه إن ذهب هذا الشخص؟ يعني التفاهم
مع من يمثله يعني يصبح أكثر سهولة؟ هو حقيقة دعني لا أخفيك سرا عندما أقول أن حتى هناك إشارات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعض المتداخلين في الملف الليبي يقولون لك أن خليفة حفتر مسألة وجوده مسألة وقت فقط كي لا ينفرط العقد في المنطقة الشرقية باعتباره هو المتحكم في المنطقة الشرقية بالكامل، فيريدون تسهيل عملية سياسية بمجرد ما أن يطمئنوا على انتهائها بشكل سلس. هذا العسكري المنشق تورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وحكومة الوفاق قرارها واضح ومبدأها واضح وتصريحاتها واضحة بأنه لا مكان له في أي تسوية سياسية قادمة، وأن أي تسوية سياسية يدخل فيها خليفة حفتر هذا يعتبر خط أحمر بالنسبة لحكومة الوفاق والشعب الليبي باعتباره ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا مجال إلا تقديمه للعدالة الجنائية سواء المحلية أو الدولية. لكن الحكومة التابعة له في شرق ليبيا يعني لا يوجد خطوط حمر على أشخاص معينين بالإمكان التفاهم معهم. كل الخلافات السياسية مع شركائنا في جميع الشركاء المناقضين أو المعارضين أو المناغضين للحكومة الليبية كلهم نقول لهم دائما أيادينا ممدودة للجميع، كلهم شركائنا في الوطن. الخلاف السياسي لا يفسد للود قضية، حكومة الوفاق الوطني ترحب بالجميع، الخلافات السياسية نضعها وراء ظهورنا ونلج إلى مرحلة أخرى سياسية نحتكم فيها إلى الشعب، لكن من تورطت أيديه بدماء الليبيين أو بأموال الليبيين أو بأعراض الليبيين لا يمكن إلا أن يقدم لعدالة ناجزة حتى يستطيع الشعب أن يلج إلى مرحلة انتقالية تكون فيها عدالة انتقالية حقيقية ومصالحة وطنية مقامة على أرض صلبة. جميل. أستاذ فيصل، قبل الختام من واجبي كيعني مواطن أردني وكوسيلة إعلام أردنية أن نوجه التحية لأهلنا في ليبيا، وأن لا تؤاخذونا عن أي شيء تسمعوه من 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 أدوار، فالشعب الأردني شعب حر ويقف مع الأحرار في ليبيا بغض النظر عما ممكن. نعم، نحب أرض النشامة، نحب الشعب الأردني لا شك في ذلك، هذا الشعب الحقيقة المناضل والذي يضع في أولويته القضية الفلسطينية، هذا الشعب الذي نراه في الشوارع دائما يحمل اليافطات للمطالبة دائما بكل الحقوق الفلسطينية، يقف إلى جنب الفلسطينيين، قضيتنا القضية العربية والإسلامية التي تظل نحملها في قلوبنا بإذن الله تعالى، وندافع عنها جميعا ونعتبرها أم قضايا العرب والمسلمين بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب الله هذه الأنفاس أستاذ فيصل، نشكرك على كل هذا ما تفضلت من تحليل ومن ما ختمت به، وإن شاء الله نحن على هذا العهد بإذن الله. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي من ليبيا الحرة الأستاذ فيصل الشريف، والحقيقة أجمل يعني رائع جدا أن نتعرف على الواقع والأرض الميدان في ليبيا، والأجمل الحقيقة واللي ما بقدر ما أعلق عليه اللي ختم فيه الأستاذ فيصل، أننا نتوحد ليبيا بكل انشغالاتها وكل انشغالات الشعب الليبي وكل هذه الصراعات، ويعني مع حفتر ومع الفاغنر الروسي ومع بعض الدول العربية الداعمة والتدخل التركي وكذا، ولكن البوصلة هي فلسطين، هي البوصلة التي تجمعنا. والكلام الأخ فيصل نشعره هو يعني فاهمنا وإحنا فاهمينه بإذن الله، إنه إحنا كلنا إخوة وكلنا لنا نفس البوصلة الحقيقة التي تتجه إلى هناك إلى غرب النهر، وهذا ما يرفع من أملنا الحقيقة، أنه تخلص الشعوب العربية من الطغيان ومن الظلم، وأن تحكم نفسها بنفسها وأن يعني تحكم بحرية، هذا هو المفتاح الأول والرئيس لتحرير الأرض المقدسة بإذن الله، وهذا هو ما يجمعنا جميعا، أنا كأردني أو كفلسطيني أو كليبي أو تونسي أو مغربي أو خليجي أو مصري أو عراقي، كل الأحرار لهم نفس الهدف ونفس الغاية. رائع جدا. نذهب إلى وقفة قصيرة إلى ملفنا الأخير.